السؤال الأساسي هو وشو بتستد؟ أكيد العالم عم يسألوا إمتى لازم نعمل الفحص. الجواب واضح، الفحص بفيد عند الناس اللي عندهم حرارة زائد سعال. هلأ أكيد في كتير عالم بلا بنشغل وبطول هات نعمل الفحص لنتأكد بلكي عند الفيروس ولا لا. إذا ما في حرارة وزائد سعال أو تعرض لحالة عند كورونا، ما الفحص ما بفيدك، ما بفيد المريض كتير، لأنه عنده احتمال عالي يجي false negative. false negative يعني بيجي الفحص سلبي وما بيكون مظبوط سلبي. عمليا نحن ننصح كل العالم إذا كانت عوارضهم خفيفة يضلوا بالبيت، يريحوا حالهم، يتبعوا الإرشادات اللي صاروا سمعانينها كذا مرة، وفي حال زادت العوارض وخاصة ضيق بالنفس وحرارة مرتفعة بيجوا على الطوارئ، حيث هناك بيصير الأثكانيك الأساسمنت بالأول يعني التقييم الطبي، ومن بعدها يقرر إذا الفحص بيفيد ولا لا.